السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7E نيوز. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد. وزارة الدفاع الروسية تدمير منصة إطلاق لمنظومة صواريخ أمريكية من طراز هيمارس. انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز في 26 من يناير. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى كريس هيبيكنز بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في نيوزيلندا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى كريس هيبيكنز بهذه المناسبة. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبلغ 61 مليون درهم لتعويض من تأثرت أملاكهم بمشروع ترميم وصيانة سور خورفكان. كما اعتمد سموه مسميات جديدة لبعض الضواحي والأحياء في مدينة خورفكان تشمل ضاحية العوين. تحت رعاية دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني افتتح معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي توفيق كريشيان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الأردني المحطة الأولى والوحيدة للسفن السياحية في العقبة، وتعد محطة العقبة للسفن السياحية الجديدة المشروع الأول الذي تم تدشينه من بين 5 مشاريع استراتيجية ضخمة مرتقبة بين مجموعة موانئ أبوظبي المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة وشركة تطوير العقبة لتعزيز قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والنقل في المدينة الساحلية. خريجو أكاديمية ربدان يجتمعون للمرة الأولى في لقاء مميز تم تنظيمه في منتزع قرم جبيل أبوظبي بحضور سعادة جيمس موريس رئيس أكاديمية ربدان وسعادة اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي إلى جانب عدد من قادة وكبار ضباط شرطة أبوظبي. نتابع هذا الفيديو من الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. اختتمت الدورة الخامسة من مؤتمر أبوظبي لطب العيون فعالياتها والتي نظمتها مستشفيات أبوظبي الحكومية بدعم من وزارة الدفاع وبالتعاون مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في المملكة العربية السعودية وذلك بأبراج الاتحاد في العاصمة أبوظبي. ناقش المؤتمر الذي استمر يومين أحدث ما توصل إليه العلم في التخصص الدقيق لطب العيون وأساسياته والجراحة في هذا المجال المهم، واستعرض أحدث الأبحاث والمقالات العلمية إلى جانب تبادل الخبرات بين الأطباء من جميع أنحاء العالم. تضمن المؤتمر ما يقارب 10 ورش عمل و10 معامل جراحية تم تدريب الأطباء فيها بهدف رفع الكفاءة في مجال طب العيون وتطوير مهاراتهم الجراحية. انطلقت أعمال أسبوع جمارك دبي السادس بالإعلان عن تأسيس مجلس شباب جمارك دبي
والمعتمد وفق معايير المؤسسة الاتحادية للشباب وجمارك دبي، بهدف تمكين الكوادر الشابة في الدائرة من استشراف المستقبل وتأهيل نماذج وطنية جمركية واقتصادية قادرة على قيادة المستقبل. وتنظم جمارك دبي أسبوع الجمارك للعام السادس على التوالي، مناسبة اليوم العالمي للجمارك والذي يوافق 26 من يناير من كل عام. وتقام فعاليات الأسبوع لهذا العام تحت شعار ابتكارات جمركية لأجيال واعدة. وقال سعادة المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح إن الجمارك في الدولة لعبت دورا رئيسيا في تسهيل واستمرارية تدفق سلاسل التوريد، وذلك بالاعتماد على الأرضية الصلبة من التكنولوجيا التي استثمرت فيها لسنوات. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E News. قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن الأمين العام يعتزم استحداث منصب مستشار للتغير والأمن المناخي في العراق، مشيرة إلى الاهتمام الخاص الذي تبديه المنظمة الأممية للعراق لغرض مساعدته على مواجهة تحديات تغير المناخ واستعدادها التام للتعاون لتقليل مخاطر الجفاف وشحة المياه. كما أكدت المسؤولة الأممية أن الأمين العام للأمم المتحدة سيستحدث منصب مستشار للتغير والأمن المناخي في العراق قريبا جدا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة عملياتها العسكرية خلال 24 ساعة الماضية على محاور القتال المختلفة. وورد في الحصيلة المعلنة تدمير منصة إطلاق لصواريخ المنظومة هيمارس الأمريكية، بالإضافة لعدد من المعدات العسكرية الأوكرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشين خلال إفادة صحفية: تم تدمير منصة إطلاق صواريخ لمنظومة هيمارس أمريكية الصنع مع طاقمها، بالإضافة إلى مركبتين بعد كشف مواقعهما واستهدافهما بالنيران. أمضى الأمين العام أنطونيو غوتيريتش يوما كاملا في جزيرة سانتو أنتاو بدولة الرأس الأخضر، حيث بعد 5 سنوات من الجفاف الشديد تأمل مجموعة من المشاريع التي تدعمها الأمم المتحدة أن تسهم في إحداث نقلة كبيرة في تحويل القطاع الزراعي لهذه الجزر الأطلسية. وسارت عربة الأمين العام لساعات على طول طريق متعرج يطل على مناطق قاحلة، ولكن عند المنعطف الأخير وبعد الصعود لبضع مئات الأقدام على تلة تبدل المنظر من النوافذ ليتجلى اللون الأخضر على مد البصر، حيث ظهرت مدرجات صغيرة مليئة بأشجار الموز والنخيل وقصب السكر، مدعمة بجدران حجرية وتيارات مائية فضية اللون تتلألأ في الأفق. وأوضحت الخبيرة لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو كاتيا نيفيس إن المزارعين من النساء والرجال يقومون بتجربة أنواع نباتية جديدة والتعرف على التقنيات المستدامة. أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7E News. أدنوك للتوزيع وطاقة يتشاركان لإنشاء وتشغيل شبكة بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي وجميع أنحاء إمارات الدولة، ذلك من خلال تأسيس شركة E2Go على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023. نتابع. التنقل يتطور، بشكل مذهل نحو عصر جديد. أياً كانت رحلتك، سنوفر لك الطاقة لتبلغ وجهتك. بحلول عام 2030 ستكون هناك حاجة إلى توفير 70,000 نقطة شحن كهربائي في أبوظبي، واستثمار 200 مليون دولار لتلبية الطلب المتنامي على المركبات الكهربائية. اثنتان من شركات الطاقة الإماراتية الرائدة، أدنوك للتوزيع وطاقة، تعملان معاً لتطوير قطاع المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات من خلال شراكة جديدة. E2Go. النشرة مستمرة وإلى أخبار الرياضة من 7E News.
أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن تفاصيل النسخة العاشرة من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والتي ستقام بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة من بينهم 75 من دولة الإمارات. ويمثل المشاركون في البطولة 34 دولة يتنافسون على جوائز قدرها 800,000 درهم، وهي القيمة الأعلى في تاريخ البطولة. وتقام منافسات في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، وبتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات. نجاح كبير لسباق دبي الدولي للدراجات المائية، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023، والذي أقيم على شواطئ جزر دبي بمشاركة 60 متسابقا من 9 دول إلى جانب أبطال الإمارات، والذين تنافسوا على ألقاب 10 فئات متنوعة في البطولة. وفي ختام نشرة أخبار منتصف الليل من 7 إي نيوز، هذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد. وزارة الدفاع الروسية تدمير منصة إطلاق لمنظومة صواريخ أمريكية من طراز هيمارس. انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز في 26 من يناير. كنا معكم مشاهدينا من 7 إي نيوز، في أمان الله وإلى اللقاء.